أن تسيطر الفلسفة الرأسمالية على العالم اليوم، وصف هذا الزمان وهذا الواقع بأنه واقع. إذن المقصود بالسير إلى الله هو السير على الطريق المستقيم، وقد مضى على هذه القواعد أكثر من 30 سنة. كيف يقوم الإنسان نفسه في ظل الموازين الإيمانية؟ القاعدة الأولى: اجعل لنفسك وردا يوميا تلتزم به. كان يستغفر الله تبارك وتعالى في كل يوم وليلة 12,000 مرة، يقول: هذه ديتي. والله من ذاق طعم الخلوة مع الله ولو لـ5 دقائق في اليوم،